سامح العزيز جعفر قد عاش قودا منها خير عماد أصبح الدهر حزينا لا بس الثوب الحداد ناعيا خير إمام كونه النور الرشاد وغدا كران وجيعا بهموم وحداد لإمام كان نهجا وإلى صادق القول أمينا طيبا سمح الآيات جعفر قد عاش قودا منها خير عماد أصبح الدهر حزينا لابسا ثوب الحداد ناعيا خير إمام كان عنوان الرشاد وبدا الكون وجيعا بهموم وحداد لإمام كان نهجا وإلى الأمة هادي صادق القول أمينا طيبا سامح الآيات جعفر قد عاش قودا للنهى خير عماد للنهى أصبح الدهر حزينا لا بأس ثوب الحداد ناعيا خير إمام كان عنوان الرشاد وبدا الكون مجيعا بهموم وحداد لإمام كان نهجا وإلى الأمة هادي صادق القول أمينا طيبا سمح الآيات جعفر قد عاش قودا للنهى خير عماد للنهى خير عماد.
قد كان أزكى الناس بالخير العباد ومرجعا للعلم من تاج السداد. قد جرعوه الصمالة عليه حتى قضى والسم يسري في الفؤاد. ناحت عليه الكائنات بالدموع وجبرائيل في السماء صار ينادي وجبرائيل في السماء صار ينادي أفلح من صلى على محمد وآل محمد. مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر أها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي أها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي. مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر ها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي. مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي ها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي. مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن ها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي ها أنا صحت وهذا قسمي حب مولاي مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن أنا أنا صحت وهذا قسمي حب وأهل البيت مولاي يا ابن الباقر مولاي يا ابن الباقر أها أنا صحت وهذا قسمي حب أهل البيت روحي ودمي حب أهل البيت روحي مولاي مولاي
يا سلام الحجة المهدي ذي الشان